السلام عليكم، معانا النهاردة تجربة الدي فليب فلوب. ازاي نعملها بشكل عملي؟ أول حاجة احنا محتاجين ايه عشان نعمل التجربة؟ محتاجين باور سبلاي يكون 5 فولت المفروض، علشان الاي سي بيحتاج ال في سي سي يكون ما بين 2 ل 6، فأي رقم في الرينج ده بيكون كويس. أنا عامل الفولت دلوقتي على 4، ده يعني حاجة في النص وكويسة. ما تعتمدش على الأرقام المكتوبة فوق دي عشان مش دقيقة. بقى يقيس بالأفو، قيس الجهد اللي طالع كام. تمام. عندنا ايه في التجربة هنا عشان نعملها؟ معانا الاي سي اللي هو 7474، ده اول كومبوننت. وبعد كده معانا الكومبوننت التاني اللي هو المقاومة، مقاومة 10 كيلو، دي عشان نعمل بيها البول اب بول داون، ده بديل للكلوك. تمام. وبعد كده عندنا الداية، 2 لدتين عشان نوصل بيهم الكيو والكيو داش. تمام. وهنا موصلين زي ما قلت الجهد على 4. تمام. احنا دلوقتي بنعمل التجربة ازاي؟ احنا اول حاجة محتاجينها غير الكومبوننتس الداتا شيت اللي هو ده. دلوقتي هنا عندنا عشان نعرف كل واحدة من البنس بتاعت الاي سي محتاجة تخش لها ايه. عندنا هنا الكلير اول بناية، هنا كده اول بناية المفروض هي الكلير، وبعد كده الدي، الكلوك، البريست، الكيو، الكيو داش، الجراوند، وفوق هنا الفي سي سي، ودول اي يعني جيت تانية واللي هي فليب فلوب تاني يعني، بس احنا هنشتغل على الفليب فلوب ده. تمام. الا لو ده في مشكلة عندك ممكن تشتغل على التاني عادي، انا هشتغل على ده. فعندنا دلوقتي احنا المفروض لازم اول حاجة الكلير والبريست لازم يتوصلوا على ايه؟ هيتوصلوا على الموجب اللي هو الفي سي سي. هنبدأ اول حاجة نوصلهم. عندنا هنا البناية الاولى توصل بالموجب، وبعدين عندنا البناية التانية، مش التانية، الرابعة اللي هي البريست تتوصل برضو بالموجب. ملناش دعوة بالحاجات التلات حاجات اللي على الجناب دول، دول تجربة تانية. دي التركيز هنا بس. بعد كده عندنا الكلوك. بقى بنعمله ازاي الكلوك؟ عندنا مقاومة 10 كيلو اللي قلت عليها، بنوصل طرف منها بالسالب، يعني ناخد كده من هنا نوصل السالب، وده يعني في أي تكريب عايز فيها كلوك هتعمل نفس الكلام. وبعدين هنخش على الجزء الطرف التاني من المقاومة ونوديه على ايه؟ على الكلوك. تمام. اللي هو مكان الكلوك اللي هي بالناية رقم 3 زي ما ظاهر عندي في الداتا شيت بتاعت ال اي سي. تمام. بعد كده بناخد من نفس مكان الكلوك ده البنية بتاعت الكلوك، نحط اهي واحدة تانية على نفس الخط، من نفس النقطة يعني، وهي دي بقى اللي هتكون الكلوك سواء بقى موجب او سالب. فنقدر نحطها في الموجب دلوقتي لحد ما نيجي نبدأ نشغل الباور سبلاي. بعدين احنا عايزين المدخل بقى بتاع دي اللي هو البناية رقم 2. كل ده انا بجيبه منين؟ بجيبه من الرسمة دي. فالبناية رقم 2 هندخلها دي، وعند الخامسة والسادسة او التانية والتالتة من اليمين الكيو داش والكيو. فهنبدأ أول حاجة ايه؟ نشوف الدي. الدي اهو وصلناها هنا بالناية التانية،
وهنوصلها مؤقتا على الموجب، تمام. بعد كده عندنا الكيو كيو داش، دول مش هنوصلهم على موجب او سالب، دول هنوصلهم على الليدات، وهقول لكم دلوقتي الليدات توصل ازاي، هفكها واركبها لكم. عندنا هنا الكيو هي البنية دي، دي الخمسة من الشمال، لو بدأنا نعدي من الشمال، وهنوصلها على التوازي مع الليداية، على التوازي مع الليداية. وبعد كده الكيو داش نوصلها مع الليداية الحمراء، اللي هي المفروض الصفرة هتنور في ال في الـ لما لما تاخد واحد، والحمراء هتنور لما الدي تاخد زيرو، تمام. طيب عندنا هنا الداية بتوصل ازاي، عندك الداية في طرف صغير، طرف صغير كده وطرف كبير، الطرف الكبير ده هو الطرف الموجب، تمام، فبيتوصل بالكيو او الكيو داش على حسب احنا بنوصل ايه، والطرف التاني الصغير هو اللي بتوصل بالسالب، تمام. الطرف السالب ده بيتوصل بالسالب بتاع الباور، فاحنا هنا اهو هنوصلها الموجب باللي جاي من الكيو، والسالب بالسالب بتاع الباور سبلاي، وهكذا نفس الكلام على الدال الحمراء اللي هي بتطلع كيو داش. دلوقتي ناقص ايه، ناقص الجراوند والفي سي سي بتوع الاي سي عشان الاي سي يشتغل. فاحنا هنيجي هنا على الجراوند اللي هو اخر بناية على اليمين تحت، تمام. نوصلها كده ونحطها على السالب بتاع الباور سبلاي، وبعد كده هنخش ناخد برضو الفي سي سي ونوصله على الموجب بتاع الباور سبلاي. خلينا نحطه كده ناحية اليمين بحيث ما ايه يبقى عندنا الكلوك والدي واضحين، نقدر نتعامل معاهم بسهولة. كده احنا تجربتنا المفروض انها اتعملت، ناقص بقى ان احنا نجربها. عندك الباور سبلاي، وانا زي ما قلت عامله على 4، تمام، بس مش الرقم اللي هنا، هتقيسه بالافو نوصله. بسم الله، تمام. دلوقتي احنا موصلين الدي بالموجب، تمام. الكلوك ده ايه، ده الكلوك ولا الكيو؟ دي البناية التالتة، فاللي هي المفروض متوصلة، ثانية واحدة ظاهر في غلطة هنا، تمام. الغلطة ان احنا موصلين ال دي بدل الكلوك، فاحنا هنشيل ال دي اللي هي دي، ونودي الكلوك، لا ثانية، الكلوك تمام، الكلوك تمام. عندنا هنا ال دي كده توصيلة الكلوك، ودي توصيلة دي موجب أو سالب، تمام. تمام، نرجع نوصل تاني باور سبلاي. بسم الله. طيب احنا دلوقتي الدي مش متوصلة بحاجة، هنوصلها لسالب، تمام. نرفع دي، المفروض تنور، تمام. المشكلة بس كانت السلوك بتاعت الباور سبلاي، السلكة اللي انا موصلها يعني اكسترنال طلعت. المهم احنا دلوقتي هنا الدي اهي على السالب، تمام، الدي اهي، دي بنية الدي اللي هي السلكة بتاعت الدي، نوصلها بالسالب. فعندنا ده الكلوك، الكلوك اول ما ندخله المفروض يشغل الكيو داش عشان توصلها بالصفر اللي هو السالب. طيب لو شلناه وصلناه بالموجب مش هيحصل تغيير لحد ما الكلوك يدي بوزيتيف ايدج، لانه مبيشتغلش غير عند البوزيتيف ايدج، ماشي. فاول ما حصل تغيير اهو، هو طبعا وانا بشيل كده البتاع بيبقى كانه
بيروح وبيطلع ويخش، ف هو بيحس ان في بوزيتيف ايدج دخلت، تمام؟ فالبوزيتيف ايدج شغاله هي على ال على الموجب دي، يعني جايه بوزيتيف ايدج وبتفضل منوره هنا، سواء شلت الكلوك او حطيته هي خلاص البوزيتيف ايدج دخلت بتفضل شغاله، عشان ده كده مدينا ايه الكيو هي اللي بواحد والكيو داش بزيرو. لو شلنا الدي من الواحد وديناها على الزيرو وبعدين جينا غيرنا تاني الكلوك قلبت على الكيو داش هي اللي بقت فيها واحد والكيو بقت بزيرو، وده هو الكاركترستيك تيبل بتاع الدي. فاحنا كده بفضل الله عملنا التجربة، وزيها هيكون الجي كي، مع طبعا الاختلاف ان هيكون ليها داتا شيت مختلفة زي دي كده، فهتشوفها وتطبق نفس الكلام عليها. هيطلع معاك برضو النواتج اللي في المفروض تطلع نفس النواتج اللي هي في الـ في الـ في الكاركترستيك تيبل. بس كده، السلام عليكم.